عبد الرحمن من بين ما حكمه؟ من آمن أضحى آه وطائفة ما حكم هذا التنوين؟ إدغام غنى ولا غير غنى؟ بربهم وزدناهم. ما حكم الميم الساكنة هذه؟ ما حكم هذه النون؟ تسويها تنطق النطق صحيح. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يا مين يعطيني؟ محمد. بدأ تقصد في كلمة آيات آيات عبد العزيز آيات من بني إسرائيل إيش الأحكام اللي عندك؟ من بني أقلاف إسرائيل من متصل أحسن طيب سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لقد عفى الله عنهم. ما اللام لفظ جلالة هنا مفخمة ولا مرققة؟ عزام فهشع مفخمة لأنها مفتوحة. لا يسمعون. ها السين جيم همس واضرب. ماذا فيها؟ بالكلمة ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي الطالب حمزة بن فهد الكلباني المقيد بالصف السادس أول بمدرسة الطالب الذكية الخاصة بالمعبيلة. سوف أتلو عليكم من سورة الرحمن من الآية 1 إلى الآية 10 برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءك أستاذنا القدير الجليل أستاذ محمد شاكر. شكر الله لك صنيعك وأيضا بارك الله فيك ونفع بك ورفعك مكانا عليا أنت ومن معك ممن يهتمون بهذا الجيل حفظا وتلاوة وتدبرا وسعيا منكم إلى تحقيق رسالة المدرسة نحو جيل إسلامي أمثل، بأن القرآن العظيم هو المفتاح الأصيل للدنيا والآخرة. فشكرا مكررا وكثيرا لك أستاذ محمد شاكر ولكل من أيضا وضع بصمته في هذه المسابقة. مني لك أجمل التحايا أبو حمزة الكلباني. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم